في مباراة شهدت مهزلة تحكيمية، خسر المنتخب التونسي المباراة التي جمعته مع نظيره المنتخب المالي بهدف نظير، وذلك عصر يوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا. جاء هدف منتخب مالي في الدقيقة 48 من المواجهة عن طريق إبراهيم كوني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جياني سيكازوي. حصل المنتخب التونسي على ركلة جزاء في الدقيقة 77 من المواجهة، إلا أنه فشل في ترجمتها لهدف. شهدت المباراة وقعة تحكيمية كارثية، حيث أنهى حكم المباراة جياني سيكازوي المباراة في الدقيقة 85 من اللقاء، قبل أن يعود اللقاء للاستئناف مرة أخرى بعد اعتراض من جانب لاعبي تونس. عاد الحكم الزامبي لإنهاء المباراة مرة أخرى في الدقيقة 89 و45 ثانية، رافض العودة إلى استمرار اللعب من جديد لاستئناف ما تبقى من وقت المباراة، بالرغم من أن الحكم توجه إلى تقنية الفيديو المساعد في مناسبتين خلال الشوط الثاني من المباراة، إلا أنه لم يحتسب أي وقت بدل ضائع في خلال هذه المواجهة. حاول مسؤول الاتحاد الإفريقي إعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب مرة أخرى لاستكمال ما تبقى من زمن المباراة، وسط غياب للحكم سيكازوي وتواجد بدلا منه الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة ما تبقى من اللقاء. عاد لاعبو منتخب مالي إلى الملعب بعد 30 دقيقة من محاولات العودة، إلا أن لاعبو الفريق التونسي رفضوا تماما العودة إلى أرض الملعب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي، ليترتب على ذلك خسارة تونس للمباراة أمام مالي في كارثة تحكيمية في مباراة انتهت قبل أوانها بأمم إفريقيا. في النهاية شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.